هذا وأكد الكاتب والمحلل السياسي الكويتي فؤاد الهاشم أن السلطة القطرية وعدت شعبها بالانتخابات منذ أكثر من 18 عاما ولم يرى الشعب القطري أيا من تلك الوعود على أرض الواقع. بالنسبة لإساءات قناة الجزيرة طبعا مستمرة، هي لن تتوقف، وعلى كل الحالمين بأن اتفاق العلا سوف تلتزم به القناة أو من يدعمها ويقف خلفها فهم واهمون. فقد تأسست هذه المحطة لهدف واحد، وهو تمزيق الأمة إلى فتافيت وقصاقيص. ما دام هناك أجزاء منها حتى الآن لم تتمزق ولم تتفتت بعد، فهي مستمرة في دورها التخريبي، ومتى ما تم ذلك سيتحول مبناها إلى خرابة تنعي من بناها. طبعا يعني هذه نكتة حكاية الدستور الموجود في الدوحة، لأنه وعدوا شعبهم بانتخابات في سنة 2003، وها نحن بعد 18 سنة ولم يرى الشعب القطري شيئا